مساء الخير. قبل ما نبلش الفيديو اليوم، شعار التيشيرت هو ضد الطائفية، لأنه هيدا الفيديو هو تضامنا مع الشعب العراقي البطل اللي عم بيقدم ثورة حقيقية لاسترداد حقوقه وكرامته. فكل الدعم مني ومن كل الشعب اللبناني للشعب العراقي. هلأ، شو هو الشيء اللي بيخلي الشخص يندم على خسارتك؟ نحن منعرف لما يتخلى عننا أي شخص، أول شغلة منحس فيها هي بتضعف ثقتنا بنفسنا. يعني منحس حالنا ضعاف الشخصية، منحس ثقتنا بنفسنا نزلت نتيجة إنه هيدا الشخص أهاننا أو تخلى عنا أو غدرنا أو تركنا أو غيرها من الأمور. وبهيدا الفيديو رح قلكن على أهم نقطة لاسترجاع الثقة بالنفس، لأنه أهم نقطة لحتى هيدا الشخص يرجع لك هي إنك تستعيد ثقتك بنفسك. وهذا الشيء أو هذا السر لأول مرة اليوم بنحكي عنه من أجل استعادة ثقتك بنفسك. هو قد يكون غريب بعض الشيء، ولكن له فعالية كتير كبيرة على استعادة الثقة بالنفس. هيدا الشيء هو مساعدة الآخرين. مساعدة الآخرين هي أثبتت الدراسات العلمية والدينية ودراسات الطاقة وجميع العلوم، أثبتت إنه مساعدة الآخرين بتعزز ثقتنا بنفسنا، بتعزز الطاقة الإيجابية عنا وكتير أمور أيضا. لماذا؟ بكل بساطة، نحن لما نساعد الآخرين بغض النظر طبعا عن شو طائفتهم أو شو دينهم أو شو جنسيتهم أو شو لونهم، مساعدة الإنسان بغض النظر عن أي انتماء لإله، وهيدي النقطة كتير مهمة. يعني نساعده مثل ما بيقولوا من دون مقابل، نحن نقدم له المساعدة، والمساعدة مش دايما بتكون مادية ومش دايما بتكون بالمصاري أو بالأمور المادية. أوقات المساعدة بتكون نفسية، معنوية، علمية. ممكن نقدم للشخص علم، نعطيه من علمنا، نعطيه من خبرتنا، كل هيدي تعتبر مساعدة. كل شيء بحسن من أوضاع الشخص الآخر أو الإنسان الآخر، إن كان من نفسيته، إن كان من ثقافته، إن كان من وضعه المادي، أي شيء أنت عم بتساهم فيه من أجل تطوير وتحسين وضع هيدا الشخص، فهو رح يرجع لإلك بالفايدة الكتير كبيرة. وأهم فايدة هي أنه رح تتعزز ثقتك بنفسك. يعني دايما بدك تخلي عندك شيء انت قادر تعطيه للآخر. اذا مش قادر تعطي المال، انت قادر تعطي اي شيء انت بتعرفه، اي علم انت متعلمه، اي خبرة انت عندك اياها، اي تشجيع او تحفيز ممكن معنوي او نصيحة لأي شخص بتحسه بحاجة لمساعدتك. هيدا الشيء رح يعزز لك ثقتك بنفسك. ليه؟ لأنه نحن لما نساعد الآخرين، الآخرين رح يلحقونا، والآخرين رح يشكرونا، وأيضا رح يصيروا يسعوا دايما إنهم يكونوا متواجدين معنا، لأنه الشخص اللي بيساعد هو شخص جذاب. أنت مثلا إذا أنا عندي شيء بدي أنا أعطيك إياه، أو أنت عندك شيء أنا بدي إياه منك، أي بيجذبك أكتر، إنه أنا كون بدي أقدم لك شيء أو أنا إلي شيء معك بدي أخده؟ طبعا تنجذب للشخص اللي بيقدم لك شيء، اللي بيضيف لك شيء جديد على حياتك أو شيء مفيد على حياتك. فأنت لما تحس حالك جذاب وعندك شيء قادر تقدمه للناس، وتشوفهم عم يشكروك، عم يمدحوك، عم يطلبوك أيضا، وعم يطلبوا يتواجدوا معك، كل هيدا رح يخليك تحس بثقة كبيرة بنفسك وإنك شخص مهم وإلك قيمة بالمجتمع، وبالتالي رح تتعزز ثقتك. وبالتالي الشخص اللي تركك لما يشوفك محط إعجاب الكثيرين، وكتير أشخاص بيمتدحوا بصفاتك وبيشكروك وبيحتاجوا لإلك، فهو رح يندم عليك أشد ندم. وأيضا من الممكن كتير أو احتمال كتير كبير إنه يرجع لإلك
مكسور وأيضا يطلب منك أنك تسامحه. هلأ ما هي فوائد أيضا المساعدة غير أنها بتعزز ثقتنا بنفسنا؟ أولا بصير في عندك إحساس بالسعادة وبالراحة النفسية. ثانيا الطاقة الإيجابية اللي عطيتها للآخرين رح ترجع لإلك، هيدي انطلاقا من نظرية علم الطاقة. يعني حتى الأشخاص اللي بيقولوا ما بين معهم وساعدناهم وما بين معهم ولا شكرونا ولا مدحونا ولا كذا، فصدقني حتى هالأشخاص اللي ما شكروك واللي ما بين معهم المساعد اللي أنت عملتها، فهيدا الشيء أيضا رح تستفيد منه انطلاقا من الطاقة الإيجابية اللي رح ترجع لك حسب نظرية علم الطاقة. ثالثاً العدالة الإلهية، يعني حتى الأشخاص اللي ما بيشكرونا وما بيقدروا مساعدتهم لإلنا، العدالة الإلهية أو الله سوف يرزق الأشخاص اللي بيساعدوا، بيرزقهم كتير أمور كمان منا المادية الصحية العاطفية، يعني هناك رزق. ومثل ما كما يقال انه لما تكون انت نيتك طيبة وقلبك طيب بصير رزقك اوسع، وبالتالي حتى اذا ما بين مع هالاشخاص هيدي الرزقة او هيدي المساعدة راح ترجع لإلك بطريقة او باخرى. طبعا لاستشاراتكم الخاصة او لتحليل الصورة تقدروا تتواصلوا معي عبر الروابط اللي تركت لكم اياها باسفل الفيديو او باول تعليق.